الذهاب إلى قبر الميت وسؤاله بأن يدعو له الله سبحانه، هل هذا يعد من الشرك؟ يعد أن هذا طلب من الميت، ولو الميت ما يطلب منه شيء، لا يسأل ولا يطلب منه مساعدة ولا يطلب منه علم ولا يطلب منه شيء، انقطع عمله، ما اللي يطلب منه ضلال، هذا ضلال وسيلة إلى الشرك. نعم.